لسه مكملين الاخبار نادي داخل نادي الزمالك، ونتكلم عن الدولي التونسي. فجاني ساسي لاعب خط وسط فريق دحيل القطري وزمالك السابق. طبعا فريق زمالك طلب الحصول، اللاعب طلب الحصول على ربع مليون دولار من مسؤولو النادي مقابل ان هو يتنازل عن القضيه اللي قامها ضد الزمالك في وقت سابق. ساسي مش ممانع في حال الامر بشكل ودي وان هو يتنازل عن القضيه، لكن بشرط. الشرط هو ان هو يحصل على نصف مستحقاته كاش. ساسي اشترط الحصول على مبلغ ربع مليون دولار كاش على ان يتم تقسيط باقي المبلغ ليه، وانه رفض فكره التنازل رفض تام عن القضيه دون ان هو يحصل على مستحقاته. تعالوا بقى دلوقتي نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل باقي اخبارنا. خليكم معانا، ما تروحوش في حته.